عربي، يعني الرياضة مهمة. طب ما ده كل يعني في ياهو الموقع الإخباري والموقع الرياضي والموقع موقع الفن، كل دول يعني من أكبر المواقع في العالم كله، يعني في أي مكان مهما حضرتك رحت، على الهند ولا على أمريكا ولا أستراليا ولا في الدول العربية، يعني فما فيش فرق كبير بيننا وبين بقية العالم من بدي الناحية دي. أسألك سؤال على اللغة العربية. عندنا في اللي احنا قاعدين بمأزق، هل ما عندنا كونتنت عربي على الإنترنت، وكتير من شبابنا بيعرفوش إنجليزي، شو الحل لازم يكون؟ هل ندرسهم أكتر إنجليزي بالمدارس ونسرع الإنجليزي، ولا بدنا نواكب نستنى حتى يصير في عندنا كونتنت بالعربي؟ هو يعني في الاخر في اي مكان تاني برضو احنا مش بنخلق حاجه من اول وجديد. الانترنت برضو النمو اللي بنشوفه النهارده في الوطن العربي حصل في دول تانية، حصل في الصين وحصل في اماكن تانية، وبنقدر نشوف ديت كنموذج لنا. فطبعا في بعض الشباب بيستخدموا اللغه الانجليزيه وبيفضلوا اللغه الانجليزيه، فمحتاجين يكون في محتوى انجليزي برضو بيبقى بيمثل اهتماماتهم على الانترنت. لكن العدد الكبير النهارده، ما بنشوف 60 مليون واحد اللي بيدخلوا على النت، هل هم عايزين يستخدموا الانترنت باللغه الانجليزيه؟ لا طبعا، عايزين يستخدموه باللغه العربيه. ومهمتنا كياهو وان شاء الله شركات تانية تدخل برضو في النطاق ده، هو ان هم يهتموا بالمحتوى العربي. فمن الحاجات اللي احنا بنعملها كشركه ديت اولويه كبيره جدا عندنا، لان مش هيبقى في نجاح لنا كياهو بدون محتوى عربي قوي في المنطقه. اهم حاجه ان احنا داخل الشركه بنقوي التحرير، وبنطبق كل المبادئ اللي ياهو اتعلمتها من 15 سنه في بقيه الدول التانية اللي احنا بنشتغل فيها، بنطبق كل المبادئ ديت هنا في المنطقه. فالنهارده ماشيين في الطريق دهوت، والصفحه الرئيسيه ديت اول خطوه في الموضوع. تاني حاجه الشراكه مع شركات المحتوى اللي موجوده، الناس اللي عندهم المحتوى. يعني احنا وقعنا شراكه مع شركه السعوديه للابحاث اللي عندهم الشرق الاوسط والمجله وسيدتي والاقتصاديه، ده وقعنا الشراكه ديت من حوالي شهرين، والمحتوى ده كله هيجي على ياهو. فالنهارده من المنطقه في 32 مليون واحد بيدخل كل شهر على ياهو النهارده، هيلاقوا فيه المحتوى بتاع شركه السعوديه للابحاث، وبنعمل شراكات ثانيه حول. فده جزء ثاني. الجزء الثالث من تقويه المحتوى والنمو الكبير اللي في المنطقه، هو ان احنا نبتدي ندخل بقى اللي بنسميه الكراود سورسنج. ياهو اشترت شركه اسمها اسوسييتد كونتنت السنه اللي فاتت في امريكا، ديت بتخلي الـ نفس المستخدم يقدم محتوى كمان للموقع. ده احنا شايفينه برضو دوت يعني من يعني ممكن يقدم محتوى مش بس اعلامي، محتوى علمي. استاذ نظمي، اذا حدا عنده اختراع او فكره او ابتكار بيقدر يجيكم على الجامعه ويعرضوا عليكم؟ اذا من هالشباب الموجود بالعالم العربي بالعالم، هل انتم تستقطبوا بتطلبوا افكار تجيكم؟ طبعا. اولا قبل ما اجاوب على سؤالك بالتفصيل، الجامعه عموما، اي جامعه والجامعه البحثيه خصوصا، سبيل قوي ومهم لنجاحها التواصل مع كل فئات الشباب. أتكلم على الشباب نزولا إلى المرحلة الثانوية والمتوسطة، لأن هم الشباب أولادا وبناتا يحملوا أفكار بدون حواجز، وإذا لم نشجعهم وإذا لم نحتضنهم لن تنجح الجامعة بحد ذاتها هي. فيعني تشجيع الاختراع، تشجيع الابتكار جزء من سياسة الجامعة وجزء من سياسة الجامعات الناجحة في العالم. يعني لما تقرأ عن الجامعات المتفوقة عالميا، MIT وستانفورد وغيرهم، هذا كان جزء رئيسي في نجاحهم. فجامعة الملك عبد الله فتحت من أول يوم أو قبل حتى افتتاحها بسنة ذراعيها للشباب، لأفكارهم لابتكاراتهم. زرعنا فيهم أولا حب الابتكار، زرعنا فيهم حب المغامرة، عطيناهم بكل ما يحتاجوه من تمويل. نعم. وهم شباب خريجي ثانوية مثلا، رعيناهم داخل الجامعة وخارج الجامعة، احتضننا العشرات بل المئات من خريجي الثانوية الآن من المملكة العربية السعودية وهم في مراحلهم الثانوية، بالتعاون مع مؤسسة معروفة في المملكة وهي مؤسسة موهبة، وموهبة تلتقط العقول والمفكرين الشباب الصغار لنرعاهم بابتكاراتهم
ندعمهم ماليا وماديا ومعنويا داخل أروقة الجامعة، تحت يحتضنهم علماء الجامعة. وعلى ذكر الابتكارات، الآن احنا على وشك انهاء التحضير، نحن اقول جامعة الملك عبد الله وأرامكو السعودية وموهبة، لتأسيس والإعلان عن تأسيس المعهد السعودي للعلوم والأبحاث، وهو يعمل لرعاية خريجي الثانوية العامة وما أقل المبتكرين والمبدعين، لنحتضنهم داخل أروقة الجامعة ونبعثهم إلى مؤسسات علمية متطورة داخل المملكة. يعني رعاية الابتكار رسالة أولى من رسائل الجامعة، وبدون تطبيق الرسالة هذه والسير فيها لن يكون الابتكار على مستوى عالي ناجح، لأن العقول في مستوى العمر هذا هم القادة المستقبل في الابتكار والاحتضار، وجزء كبير من ميزانية الجامعة نضعه في أيدي كل من عنده فكرة أو ابتكار داخل المملكة وفي العالم العربي بأجمع. الوقت عم بداهمنا، أعطيني أولوية واحدة لازم نركز عليها، يعني بس 30 ثانية أولوية واحدة. يعني هو اللي قاله الأستاذ نظمي، هو التركيز على التعليم العالي والشراكة بين القطاع الخاص والإنفستمنت اللي موجودة النهاردة للابتكار والريادة الاجتماعية مع القطاع العام ومع الجامعات. ده هو اللي ناقص عندنا. يعني لو النهارده نشوف قصه ياهو ابتدت ازاي، ياهو ابتدت ستانفورد، ان كان في اثنين ديفيد فايلو وجيري يانج وعملوا دايركتوري، ولقوا ان في دعم. استاذ نظمي، اولويه واحده انا باختصرها بقولي الاولويه الاولى والكبيره هي العمل. أينا. التركيز وبهدوء وبدون زوبعه اعلاميه، وإعطائنا فرصة وعدم إعطاء المواطن العربي والشعوب العربية وعود. نحن لسنا بقدر ولن نعد إلا بما نقدر نسوي، والعالم العربي والشعوب العربية يعني ملت من الوعود. يا زابو، يعني زي ما بقولوا انزل على الميدان يا حمدان، بدنا نفرجيكم فيديو من الجامعة انه نزلوا على الميدان. جاهز الفيديو؟ فيش فيديو؟ هذا ما في فيديو؟ هو دقيقة بس، بدكم تشوفوا فيديو؟ هذا هو. الجامعة البحرية المتخصصة من مكيلة وسع الجامعة الملكية عبر العلوم والتقنية المتواصل لإنتاج المعرفة في مجالات تخصصاتها العلمية، إلى التوصل إلى اكتشافات قد تتحقق يوما بين جلسات أحد معاملها، وقد تصل في يوم آخر إلى أعماق البحار. ما ترونه الآن قديم للوهلة الأولى، مقطعا تم تصميمه في أعماق أحد البحار، لكنك إذا أعمت النظر أكثر فإنك سوف تلاحظ شقا أرضيا تتسرب منه المياه، وهي في الواقع مياه باردة جيدة مروحة متعددة الكائنات الحية تنبع على عمق 850 مترا من باطن الأرض في قاع البحر الأحمر بالمياه السعودية. هذه التسربات تم اكتشافها باستخدام تقنيات متطورة تم تثبيتها في غواصة يتم تسييرها عن بعد، وذلك أثناء رحلة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في استكشاف اليد البحرية لمياه البحر الأحمر لسنة 2010. إن الوصول عبر هذه التقنية المتقدمة إلى هذا المنطق ولأول مرة قاد فريق الباحثين إلى اكتشاف هذا النظام البيئي الفريد، مما يضع المملكة العربية السعودية في طليعة مكتشفي تضاريس أعماق البحر الأحمر. هذا البحر الذي لا يزال يختلف الغموض ويحمل في باطنه كثيرا من الأسرار التي يجهد العلماء لاكتشافها، ومنهم الباحثون البحريون وعلماء البيئة الجامعة. يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام آفاق جديدة في وجه التسربات البحرية الفائدة والنظام البيئي والحياة البحرية، تقدم فرص بحرية يعتني العلماء جامعة الملك عبد الله بالعلوم والتقنية بالتعاون مع باحثين من مؤسسات علمية أخرى على الاستفادة منها في تحقيق إنجازات تقنية في علوم المحيطات.
وتطوير المعرفة الوراثية والجينومية والطبية، والتي يؤمل أن تقود إلى اكتشاف علاجات جديدة لبعض الأمراض تستفيد منها البشرية جمعاء. وهذا هو اقتصاد المعرفة. شكرا شكرا.